امرأة صغيرة شعرها أحمر خصرها أملس مشاكل مطلق أنجبت توجعت فتعجبت. مساء الخير رين. مساء الخير استاذ مالك. بيصفن مثله. كيف تحكي عن معاناتك مع ابنك؟ وينه ابنك اليوم؟ هيدا ابن استاذ مالك ولا؟ دارس؟ قد ايه عمرك عمو؟ 9 45 ما مبين عليه. اسم الله. وحددك قد ايه عمري؟ 25. كيف صارت عملية الحمل؟ كيف ولدتي؟ عم بسأل أمك، سكرت أمك. الحمل، حمل الحمل. حمليني ماما. بعدين حبيبي. ماما حمليني. بعدين. بس نبطل على الهواء. أوكي. كيف حملته؟ الولادة هي الحمل صارت على كذا مرحلة. يعني كان في معاناة على كذا شهر لحديت ما وصلت على الشهر 9 وحسيت. حسيت إنه في ولادة. حسيت انه في شيء منه طبيعي ورحت عند الحكيم. مبين منه طبيعي. استاذ مالك رحت عند الحكيم على الشهر 9 وقال لي رين روحي عيشي حياتك كملي حياتك وما ترجعي لعندي قبل سنه ونص. سنه ونص. سنه ونص. تا كان اكتمل داريوس. يعني بعد 9 اشهر وسنه ونص. نعم 27 شهر تكتمل 27 داريوس. تكتمل حياتي هيك افتكر الحكيم. نحن لليوم بنقول سبيسيال بعد ما اكتمل. الولادة صارت طبيعية. طبيعية أنت برأيك؟ كنت حاضرة جسديا كرمال تردعي هالبني آدم. ايه اكيد ليك انا استاذ مالك مع الرضاعة الطبيعية ورضعته لداريوس وضيانت يوم ونص. يوم ونص ترضيع لداريوس. نعم يوم ونص بعدين نشف صدرك. نشف بس صدرك والفيتامينات والجلوبيول والدم. يعني فينا نعتبر انه نشف لك جسمي. ايه بس مالي بيستاهل. وبعدين كيف كمل يرضع؟ ايه بصراحة اكشلي انا بدي اخذ هالفرصة تتشكر ووجه تحية لجيراني واصحابي اللي رضعوا داريوس عني من بعد ما انا فتت على المستشفى. تانتيولا. 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 تانتريتا. كيف رجعتي كملتي؟ انه بيبرون بلشنا بيبرون يعني عم نحكي بحليب البودرة. اي حليب بودرة استاذ مالك شو بدي قيم فيه؟ بلشت بالاول كراعين فويريخ كبنية اصبنية بالويكند اخده عادي يعني خروف محشي ندهر على الملحمة. هيدا بده مسلخ ما بده ملحمة. على المسلخ كمان اوقات. بتحبها للماما؟ كثير بتحبك حقيقي. مدام رين ودارس عندي لك سؤال. تفضل. انت عشو توحمتي تجبتي لداريوس؟ عالشوكولا. توحمتي عالشوكولا؟ أكيد مش حيالله شوكولا. أنت توحمتي على الكدور وجا هيدا الفيل.